فتح نادي ليفربول الإنجليزي باب التصويت على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، وكان النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة. وساهم صلاح في حصول ليفربول الإنجليزي على العلامة الكاملة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وده بالحفاظ على سجله الخالي من أي هزيمة يا رب دايما على مدار 7 مباريات متتالية، وحصل على عدد من النقاط وصل ل 21 نقطة في البطولة. صلاح سجل هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، وكان ليه هدف آخر أمام تشيلسي في المباريات الثلاثة اللي خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي في شهر سبتمبر. ليفربول بيتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بعد ما حقق 7 انتصارات متتالية. طبعا صلاح كان ليه نصيب كبير في أنه يحقق هذه الانتصارات والإنجازات، وتفوق بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. محمد صلاح كان حصل على جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول في الشهر الماضي في شهر أغسطس. إن شاء الله يكون شهر سبتمبر كمان من نصيبه، وإن شاء الله كل شهور السنة تبقى مع محمد صلاح، ونسمع دايما عن محمد صلاح كل الأخبار الكويسة والحلوة، لأنه يستحق الدعم مننا جميعا في مصر في أي مسابقة في أي تصويت في أي تنافس. لما يكون عندنا ابن من أبناء مصر في هذا التنافس لازم التصويت يكون من حقه ومن نصيبه لانه مصري. ما نقولش اصل في واحد تاني بيلعب كويس قوي وبرده ما اقدرش ان انا اتجاوز عن انجازاته وعن انتصاراته والفت الانتباه عنها فاديله هو النقاط دي. المفروض لو انا مصري ادي ابن بلدي في اي لعبه على فكره، بس ما بالك لما يبقى محمد صلاح وكره القدم اللي بيعشقها المصريين على مر التاريخ. كل التوفيق للاعب المصري الدولي محمد صلاح.